الناس كلها بتسأله وبعد كده ندج أكتر في الأسئلة. أوكي. هل فعلا فعلا الحاجات اللي بتعملوها ريجاردلس المحتوى أو غير المحتوى بتدفع لكم فلوس كتير قوي كده زي ما بيتقال؟ في منصات معينة بتدي فلوس على الفيوهات وفي منصات ما بتديش على الفيوهات على الفيديوهات بس كده. ففعلا طبعا بناخد ربح اكيد، والربح يعني بيبقى كتير قوي زي اللي احنا عمالين بنسمعه وحاجات كده، مش عارف حد يقول لك 3000 دولار و4000 دولار و10000 دولار والكلام ده كله. كل واحد حسب مشاهداته. هي بتيجي على عدد نسبة المشاهدة اللي جت على الفيديو. ما هو ده يخليني بقى اسال السؤال التاني يعني الاكثر اهمية كده، ما حدش هيبقى مهتم باي محتوى. يعني انت النهارده انا ما ببقاش انترستد ان انا اعمل محتوى ليه علاقه بافاده الناس. انا مش بتكلم هنا يعني انا مش بنظر ان لازم نفيد الناس ولا ما نفيدش، بس انا ساعات كتيره جدا بشوف التيك توك، بشوف دينا مثلا ان واحده حاطه رجلها كده بس كده جنب الطشت وقاعده وسايبه البتاع. طب يا ستي انا عايز اشوف مثلا بطن رجلها بيعمل ايه. طب اعملي حاجه يعني والله العظيم كده بتشغل على الفضول بتاعك ده. بقول لك ايه، انا بقى ولا اعرف ولا اسد ولا نمر ولا حمامه ولا اي حاجه، اطلع الاقي واحده عماله بتزعق في وشي زعيق بشكل غير طبيعي. انا مش بنتقدك ومش معاكي تو بي اونست، بس ما هو ده خلاص، ما هو ده اللي بيجيب فلوس. فانت لا، بس انت كده بتتكلم في حاجه تانية. ايه بقى؟ ربح السوشيال ميديا غير ربح اللايف. يعني انا لما رديت عليك في الفيديوهات. الفيديوهات طبعا بتطلع ربح، بس تيك توك ما بيديش فلوس على الفيديوهات بتاعت الفيديوهات. تيك توك بيديك ربح من اللايف ستريمينج. ازاي بقى؟ بس كده. اللايف ستريمينج كبس فاتح كبس لايف. وورده وفله واسد. مش لازم كبس، انت فاتح لايف نزل لك هديه بيجي لك فلوس. يعني ايه كبس؟ لا يعني تعب. بعدين بقى لا يعني. لا ليه مش بعدين دلوقتي؟ يا رب لايكات التكبيس ده اللايف. وايه تاني بقى؟ لايك الاسد وفي مش عارف الاسد. دي الهدايا اللي بتتبعت على اللايف ستريمينج. هي الهدايا دي فلوس؟ اوكي. انت بتشحنيها بفلوس. ايوه. انا اللي طلعت مش عارفه. انا اسف. اتفضل. المحتوى احنا النهارده خلاص، انا التارجت بتاعك مش محتوى اتقول، مش انت كيارة بتكلم. انا فاهمه. انا التارجت بتاعك مش محتوى، التارجت بتاعك ان انا خلاص ابقى طالع باخد فلوس، فالكونسيكونسز بتاعته انه اقول اي حاجه. صح ولا غلط؟ انت قصدك في اللايف برضو؟ في اللايف او في الفيديو خلاص. ما هو في صناع محتوى زي انا صنعت محتوى، انا عندي متابعين، فانا بفتح لايف اصلا لمتابعيني سواء على تيك توك او على انستجرام على اي منصه بتاعتي بفتح لايف عليها. وفي ناس فعلا بيبقى محتواها اللايف. انا هجيب بس 1000 متابع عشان اقدر افتح لايف اكبس واشير واخد فلوس. بس كده. طيب